كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتقديم التحفظ التالي على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري في دورته الغير عادية المنعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023. إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الغير عادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، لأن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدعي ومدعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء ومن غذاء وكهرباء ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي والطواقم النجدة والإسعاف. إن الحق بالمقاييس شرائع الأرض والسماء بين، وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين، الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكلى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين.